هنعمل دلوقتي هريسه الشطر. انا اصلا هجيب نص كيلو من الفلفل، انا جايباه فلفل حامي احمر وعليه قرنين فلفل من ده، الاثنين مع بعض نص كيلو، تمام. عليهم كوبايه زيت، عليهم شويه توم كده قد 7 فصوص من التوم، تمام كده. معاكم المقادير على الشاشه اهي، يبقى فلفل حامي، فلفل رومي، توم، زيت، ملح وفلفل. دي كده هريسه الايه. نعملها ازاي؟ اقول لكم دلوقتي. انا هاخد، انا عايزه ايه، فين البلانشه. انا كمان هعملها لكم بلونين، لون احمر ولون اخضر، يبقى عندي هريسه فلفل احمر وهريسه فلفل اخضر، الاثنين فيها حامي وفيها ايه وفيها بارد. اخد الاول الاحمر ده كده، اخد اتنين. ده بقى بيبقى ايه مستوى الحرقيه بتاعته مش كتير خالص، بيبقى حلو جدا. هناخد بقى كده هنا ده فلفل الحامي. انا هاخد بس عندي حله، طاسه، ووك، اي حاجه. بصوا كده اخدت بقى الفلفل الايه الحامي ده، واروح حطاه مع الرومي. انا كده بديك ايه، بعملهولك بالطريقه اللي هي مستويه شويه، يعني تقعد معاك فتره اكبر في الـ في الـ في البطرمان ان شاء الله. يعني حبه ميه صغيرين خالص، واحط معاهم توم قد 5 6 فصوص من التوم كده، واخليهم بقى يستووا على النار. نفس الحكايه، اجيب بس ووك تاني ونشتغل في الايه في الاخضر. ناخد الفلفل ده الهريسه الخضراء بقى، نفس الحكايه، نص كيلو من الفلفل رومي مع حامي، الاثنين مع بعض نص كيلو. يعني المعايير بقى اخضر مع حامي دي براحتك، عايزه تزودي فلفل حامي اكتر، عايزه تزودي فلفل رومي اكتر، ده اللي يريحك زي ما انت عايزه. ادي فلفل رومي مع فلفل حامي مع كام فص توم كده وشويه ميه، مش كتير، حبه صغيرين. واخلي بقى ايه التوم يستوي اهي، يعني هي خلاص يعتبر استوت، بس يعني احب زي التوكيد عليها كمان حبه. وبرده الحمرا اهي، بس انا غطيها الفلفل الحامي عمانه عمانه اهو. بصوا كده انا هنا قطعت فلفل رومي 2 كبار وفلفل حامي حوالي ربع كيلو، قطعتهم حطيت معاهم توم وحوالي كوبايه ميه، وخليتها غليت لغايه ما استوى خالص الفلفل والثوم بالشكل ده. هروح واخدها على الخلاط، هروح واخدها على ايه، على الخلاط، سواء بقى الايه الاخضر اللي عملناه مع بعض نفس المقادير ونفس كل حاجه، او الاحمر ده. انزله كده في الخلاط، الثوم مع الفلفل الحامي مع الفلفل الرومي اللي انا غليتهم سويتهم، ده اللي هو مدة صلاحيته اطول من اللي احنا بنعمله ني في ني كده. ني في ني ده ممكن تعمليه لو عندك كام قرن زيادة كده وعايزة تشيليهم، ممكن تعمليها، بس برضو مش بيشال كتير. معاهم ايه بقى، كوباية زيت على نص كيلو كوباية زيت، لان هي تعتبر مادة حافظة برضو، وحوالي نص معلقة فلفل اسود صغيرة، ومعلقة ملح، واضرب ده كله في الخلاط كده. هي لسه خلصت. دي الطريقة اللي انا بعملها بيها، سهلة خالص من اي حاجة، ما بضيفش مية، هي كوباية الزيت المحطوطة وخلاص. المية بقى ممكن حبة صغيرين من اللي كانوا بيسلقوا فيها نزل منها شوية صغيرين منهم، مش مشكلة، تمام كده. هي مسلوقة فما تقلقوش خالص، هتفرم نفسها على طول اهي. طبعا شايف شكلها برتقالي، لا هتحمر ما تقلقيش،
هي مطرح الضرب بس، بعد شويه هتلاقيها ايه صفيت وبقت حمراء خالص. ونفس الحكايه الخضراء كانت برده لونها فاتح كده، مجرد 16 شويه صغيرين صفيت برده.